لكن بعد اذان الصبح اجتنا اول غذيفة، قلنا بدنا نمشي بالسيارات، وفجأة صاروا يجن الغذايف. بركنا جنب الحيط، قلنا لحتى ما يخف ويطلع علينا الضوء، صارت الغذايف تطلع اكثر. يعني اللي بده يتحرك متر واحد صارت تجي الغذيفة. ومدني، يعني ما احنا عسكرية، يعني احلف لك يمين انه ما في ولا قطعة عسكرية جنبنا خالص، مدنية، كنا مدنية يعني. بس شو اللي صار معه فيها؟ فجأة 35 غذيفة محل 100 متر 100 متر. نفس التطبيق. مبارك على حبك.